ايه؟ تعال هنا، انت رايح فين؟ انت مش شايف اللي بيحصل تحت؟ شايف، احنا مالنا؟ يعني احنا مالنا؟ انت جننت؟ انت اللي اتجننت. انت ما شفتش العساكر وهم بيلموا في الصحفيين والمراسلين وبيحطوهم في العربيات وعالم هيودوهم على فين؟ هو ده اللي انا عايز اعرفه وهعرف. هيسكنوك وهيرموك في عربيه ومش هعرف اجيبك. انت ما شفتهمش بيعاملوا المراسلين ازاي؟ عايزهم يعاملوك زيهم؟ انا مش قادر افهمه، ليه بيبعدوا الصحفيين والمراسلين من حوالين الميدان؟ ليه؟ انا نفسي مش عارف. تفتكر ليه؟ اكيد بيخططوا لحاجه خطيره، مش عايزين لا الصحافه ولا الاعلام ولا جنس مخلوق ياخد بيها خبر. ده لو اكتشفوا ان احنا هنا تفتكر ممكن يعملوا فينا ايه؟ هيضربونا بالنار. فرانك انت مش خايف؟ انا مرعوب. طيب بص، من سكات كده تقريبا الشارع فاضي، ناخد بعضينا وننزل من غير ما حد يحس ونمشي على طول. انت متقرب بتقول ايه؟ عايزنا نمشي من غير ما نعرف ايه اللي هيحصل؟ انا مش عايز اموت يا فرانك. ولا انا كارلو، ولا انا كارلو. لو قعدنا وقدرنا نصور مش بعيد جايزة بوليتزر هتبقى في ايدينا. طب افرض ان هم اكتشفوا ان احنا هنا. مش هيكتشفوا، ان شاء الله مش هيكتشفوا. بص خد دي اخر حتة شوكولاتاية معايا، كنت شايلها الوقت عوزة، مش خسارة فيك. بس صور، ابوس ايدك صور يا كارلو صور. بص يا فرانك انا هصور مش عشان الشوكولاتة، لا لا، علشان انا عايز اصور. ها يا شوكولاتة دي بالبندق. يا موت والله اكتر يا فرانك، هصور.